مش قادر مش قادر يا وسام. في ايه تاني؟ انت وصلتك رساله تانيه؟ للاسف لا. انا عارف انك كنت متعلق بالامل ده، بس انت شفتها بنفسك. شفت ايه يعني يا وسام؟ شفت ايه؟ ما انت عارف كويس الواحد ممكن يبقى عامل ازاي لو قعد كذا يوم ورا بعض في الميه. ايوه بس انت اتعرفت عليها. اتعرفت على ايه يا وسام؟ كام واحده ممكن تبقى لابسه بنطلون جينز وبلوفر؟ انا كان لازم اطلب تحليل الدي ان ايه. وبعدين كمان بصراحه امها مش مريحاني. مش مريحك ايه؟ دي اغمى عليها في الدفن. مش عارف بقى. بعدين ما هي كانت متماسكه كل ده، حتى لما واجهتها كمان كانت متماسكه. واجهتها؟ هو انت قلت لها على موضوع الرسايل؟ لا طبعا، بس افرض يعني. افرض ايه؟ افرض ايه يا يوسف؟ على فرض ان نوره عايشه وامها مش عارفه، هيبقى الوضع عامل ازاي لو قلت لها؟ هتقول عليا مجنون؟ طز. وبعدين انا اصلا قلت لها، ولا اتفاجئت ولا اتخضت ولا عملت اي رد فعل. ايوه ما هي ما عملتش رد فعل عشان فاكراك مجنون. تفتكر بعد كده هترضى تسيب احفادها معاك؟ يوسف انا شجعتك تسيب العيال معاها، بس صدقني جدتهم لو خدتهم عن طريق المحكمه يبقى انسى ان انت تشوفهم خالص، حتى يمكن ما تعرفش تزورهم بعد كده. هتخش في قضايا ومشاكل ومحاولات حق رؤيه، ودي محاميه مش هتعرف تاخد معاها لا حق ولا باطل. اسالني انا.